صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين. لحبة كل اثنين، أول يوم في هذا الأسبوع، إن شاء الله يكون بداية أسبوع جميل، أسبوع إيجابي إن شاء الله، وإن شاء الله تكون عطلة نهاية الأسبوع كانت عطلة جميلة، ارتحنا فيها، جددنا فيها طاقتنا، استفدنا منها بأفضل طريقة ممكن. أنا حد يقولي قضيت الإجازة كلها نوم، النوم ترى والله يكسر الجسم على قولة أمي، كل ما رقدتوا زيادة كل ما تكسر جسمكم. خلينا نستفيد من عطلة نهاية الأسبوع، نجدد طاقتنا، نطلع، بلادنا حلوة ما شاء الله، فيها وايد أماكن نطلع ونسير ونرد ونقعد مع العائلة ونجدد طاقتنا النفسية قبل طاقتنا الجسدية. ترى لازم نشحن نفسنا نفسيا، نحاوط نفسنا بالناس الإيجابية، الناس الونيسة، الناس اللي تملأك بطاقة إيجابية عشان تبتدي أسبوعك بشكل أفضل. طبعا طالما نتكلم عن النفسية وتكون طاقتك إيجابية، هذا أكيد برنامجكم برنامج صحة وسعادة اللي طلع عليكم كل يوم من الاثنين إلى الجمعة. أول شيء نطلع لكم من بلدنا الإمارات، بعدين من إماراتنا الجميلة إمارة دبي، وبعدين من إذاعتكم إذاعة نور دبي. كل يوم نطلع عليكم على مدى ساعة إذاعية تقريبا، نناقش فيها المواضيع الصحية اللي تعنيكم، تكون مواضيع ساخنة على الساحة، خبر جديد، دراسة جديدة، مواضيع صحية وضيوف رائعين نستقبلهم في صحة وسعادة عشان يناقشون معاكم كل المواضيع الصحية اللي تعنيكم. مثل ما تعودتوا دائما في صحة وسعادة يكونك فقرة آخر الأخبار أو الدراسات العلمية، وبعدين يكون عندنا جديد السوشيال ميديا، بعدين بيكون عندنا فقرة التغذية المحببة لدى الجميع. بتكون عندنا فقرة أتوقع أول مرة نطرحها في صحة وسعادة، تغذية المرضى في المستشفيات، وبعدين فقرة الأخيرة راح تكون عن يوم التصلب العصبي المتعدد، وهو مرض معروف ومناعي، فرح يكون معنا دكتور جهاد رح يكلمنا عن هذا المرض. الحين نروح أول شيء للدراسة. دراسة اليوم أو الخبر تقول أفضل مادة غذائية للأمعاء. أعلنت الدكتورة مولي هيمبري خبيرة التغذية الأمريكية أن الكمثرى، غريبة ما توقعت تقول كمثرى، توقعت تقول تفاح صراحة. الكمثرى هي أفضل فاكهة للأمعاء لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية. أنا حاسة الكمثرى فاكهة مظلومة شيء، يعني ما حد يتكلم عنها بالعادة، دائما الناس تقول عن التفاح، عن البرتقال وعن الموز، لاحظون دائما يقول التفاح لأنه في حديد وفي ألياف، والبرتقال عشان فيتامين سي، والموز عشان البوتاسيوم اللي فيه، دائما هذه ثلاث فواكه بس. الكمثرى مظلومة مسكينة، فلازم نعطيها انتباه أكثر. تشير الخبيرة، هي تشوفوا الدراسة أعلنتها خبيرة تغذية، وتشير الخبيرة في حديث نقلته وسائل إعلام عالمية إلى أن الكمثرى تساعد على حل العديد من مشاكل الأمعاء. تضيف الخبيرة تحتوي الكمثرى على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، 6 جرامات من الألياف في الكمثرى الوحدة، وهذه الألياف لا تذوب، مهم جدا تكون ألياف لا تذوب عشان تشتغل كملين. ووفقا لها فإن قشرة الكمثرى تحتوي على أعلى نسبة من الألياف. أقولكم لازم نعطي الكمثرى فرصة ثانية. تقترح الخبيرة عدة طرق لتحضير الكمثرى استنادا لصلابتها. إذا كانت الكمثرى ناضجة وطرية ممكن استخدامها في السلطات. أحلى شيء تحطون سلطة كمثرى وتحطون معاه شوي جرجير، يمشي مع بعض طريقة وايد جميلة، أو كمثرى وجرجير وتحطون عليه جبن، الجبن الفتة هذا يطلع لذيذ جدا لأن التناغم بين النكهات الثلاثة هذه. نعطيكم حتى في صحة وسعادة وصفات عشان تستفيدون. فالكمثرى الناضجة والطرية مثل ما قلنا استخدامها في السلطات والتعليب، حتى يمكن إضافتها إلى الحساء. أما الكمثرى الصلبة فيفضل استخدامها في الطهي والشوي والقلي. تضيف من الأفضل إضافة الكمثرى إلى السندويشات والسلطات والصلصات وعصيدة الشوفان. بالنسبة لي أحس أن الكمثرى يعني في مجتمعنا أحلى طريقة ممكن نحطها هنا كلها كفاكهة صحيحة، يا تحطونها في السلطات جدا 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 لذيذة، خصوصا الكمثرى مش من الفواكه تلين بسرعة. دائما إحنا في السلطات مشكلتنا الفواكه اللي تلين تسوي شيء طرية وايد في السلطة، فإحنا دائما ندور على صوت القرمشة هذا في السلطة. فحطوا كمثرى، شوية جرجير، شوية جبن فتة، وممكن تحطون عليه شوية جوز مش محمص مش مملح، تطلع سلطة جدا 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 لذيذة كتغيير عن السلطات، بإضافة يكون فيها مضادات أكسدة وايد من الجرجير تاخذونه، ويكون فيها
كالسيوم من الجبن، يكون فيها الزيوت الأساسية ناخذها من المكسرات، ويكون فيها الألياف من الكمثرى. من فقرة الأخبار راح نروح إلى السوشيال ميديا. ما أدري أسماء معانا؟ أسماء موجودة؟ صباح الورد يا أسماء. ليه ما تجهز معانا أسماء؟ والله الدراسة اللي قريناها تو جاهزة. يلا ناخذ أسماء عشان ما أتأخر عليها. أسماء صباح الورد. صبحكم الله بالنور دكتور، عليكم وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي. حياك الله يا أسماء، افتقدناك في صحة وسعادة، ويلكم باك، نورتينا. الله يحفظ دكتورة، مشكورة. خبرين الناس تريا، شو جديد السوشيال ميديا؟ انزين بدي ناخذ مجموعة من الأشياء الجديدة اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي، ومن الأشياء المهمة اللي نحن نحب ننوه عليها، إنه تم إعادة خدمة الأسنان بمركز اللسيلي الصحي، وتم الحين يعني ممكن المراجعين إنه يأخذون مواعيد في مركز اللسيلي بعد ما توقفت دكتورة مثل ما تعرفين كنا خلال فترة كوفيد كنا موقفين خدمات الأسنان في الكثير من المراكز التابعة لهيئة الصحة، وكانت الخدمة محصورة في عدد معين من المراكز، لكن الحين ممكن المتعامرين إنه يرجعون يحجزون خصوصا في مركز اللسيلي، وأيضا خدمات الأسنان للمراجعين في مركز أمز جيم المراكز الجديدة اللي يعني آخر مركز تم افتتاحه من هيئة الصحة وإعادة بناءه مرة ثانية، والخدمة أيضا الأسنان موجودة، فممكن الأشخاص إنه يحجزون لهالمواعيد من خلال مركز الاتصال 800342، يقدرون يحجزون لطب الأسنان في المركز الليسيلي وأيضا مركز أمز جيم. ممتاز. أيضا من ضمن الأشياء كنا حاطين مجموعة من النصائح في قنوات التواصل الاجتماعي، ومن النصائح المهمة اللي كنا حاطينها تخص موضوع أمن المعلومات. كانت النصيحة تقول لا تقوم هيئة الصحة بدبي أو المستشفيات بطلب رقم بطاقتك البنكية ورقمها السري من خلال اتصال أو البريد الإلكتروني. إنزين فيعني دائما ننصح الأشخاص إنه حتى لو أي شركة ثانية مو بس القطاع الصحي، إنه إذا يطلبون مثلا رقم البنكي ورقم مثل نقول CVS I think الرقم السري الثلاثي، ما في أي جهة وصلوا حتى يسوون مكالمة من هيئة الصحة يقولون عطى رقم بطاقتك؟ لا يعني هاي من الأشياء نحن مثل ما نقول نعطي النصايح قبل ما أن أي حد يصير أي حد يسوي، لأن واحد ما يعرف الاحتيال بيجي بأي طريقة كانت، صحيح. سواء ممكن يسوون هيئة الصحة أو ممكن يسوون مستشفيات خاصة أو ممكن يسوون حتى شركات، لذلك نحن دائما ننصح، لأن نحن القطاع الصحي نتكلم عن القطاع الصحي، لكن النصيحة اللي نحب نقولها ما في أي شركة في العالم بتطلب رقم بطاقتك البنكية ورقمها السري، صحيح. من خلال البريد الإلكتروني أو من خلال المكالمة. فنحن عندنا مجموعة سلسلة من النصائح الخاصة بأمن المعلومات موجودة تحت هاشتاج بياناتك مسؤولية، وهذا لأن الكثير من الاختراقات تستوي من مثل الدكتور مثل من موبايلاتنا، نحن وايد توصلنا مثلا بشكل شهري توصلني مثلا إيميلات باسم البنك، ولما أطالع الويب سايت يطلع يعني مثلا نفس البنك بس يمكن حرف واحد غير، أو مثلا نفس الاسم، يعني شايفين وايد في طريقة وايد كبيرة، فأنا تقريبا بشكل شهري توصلني مكالمات توصلني إيميلات توصلني وايد أشياء، لذلك نحن دائما ننصح الأشخاص أن جزء كبير من حماية مسؤولي بياناتك وأيضا حماية معلوماتك الشخصية أو البنكية أو الصحية تكون من خلال الشخص نفسه، لذلك نحن ننصح الجميع أنه يعني حتى تشوفون الهاشتاج اللي نحن حاطينه في النشرة اللي هي فيها الكثير من المعلومات المهمة عن البيانات الصحية وكيف واحد يحافظ عليها، كيف واحد ممكن يحافظ على معلوماته في جهات التطعيم، مثلا هاي من ضمن الأشياء أن الشخص الناس يسوون شيء يعني يحطون شهادة مثلا التطعيم مع الباركود في السوشيال ميديا، زين إذا واحد صور الباركود تطلع بياناته الشخصية رقم الهوية وغيره، لذلك نحن يعني نسوي مجموعة من النشرات فيها توعية بأمن المعلومات، لأن الجمهور له دور كبير في حماية المعلومات الخاصة في كل واحد، لازم يحافظ على بياناته، ومن خلال نشر الوعي
راح كلنا نقدر نحن يعني نوقف في وجه أي شخص يحاول يخترق. لذلك نحن ننصحهم من خلال البرنامج الإذاعي إنه يشوفون آخر نشرة كنا حاطينها عن من المعلومات اللي فيها إن لا تقوم هيك صح أو تشويهات بالطلب بياناتك أو بياناتك البنكية، ويضغطون على الهاشتاج ويشوفون النشرات أو المجموعة من النشرات اللي نحن نحطها. وتقريبا نحن بكل شكل شهري كل شهر ننزل نشرة واحدة أو كل أسبوعين ننزل نشرة واحدة خاصة بأمن المعلومات. تقريبا هالأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا لك يا أسماء، وعساك دوم إن شاء الله بصحة وسعادة. مثل ما قالت أسماء، مهم جدا يا جماعة إن ما نخلي عملية الاحتيال الإلكتروني تنطلي عليه. مثل ما يقولون، حد يتصل بك يقول لك والله أنا من جهة الفلانية، أعطني رقم بطاقتك من قدام والرقم 3 أرقام من ورا والله، ويدخلون وتوصل لك هذا الـ OTP أو الـ One Time Password اللي يكون عبارة عن أرقام، 4 أرقام، 3 أرقام، 6 أرقام، والله عطني إياه لأنه عشان جدد بياناتك. هذه كلها عمليات احتيال تتم عليكم، فعشان شي ما ننساق لهالكلام، ما نضغط على أي رابط إحنا مش متأكدين منه. تتريون شحنات، تتريون أدوية من هيئة الصحة، يوصلك والله رابط اضغط عليه، لا تضغطون على أي رابط. دائما ارجعوا للتطبيقات التابعة لهذه الجهات، أو تواصلوا مع مركز الاتصال، مركز اتصال هيئة الصحة. إذا وصلكم أي مكالمة قال لكم والله نحتاج تجديد بياناتكم، عليكم مبلغ أيا كان، تواصل قولوا ما عليه، احنا بنتواصل مع مركز الاتصال وبنشوف اذا في تجديد بنتوجه للمركز الصحي او بنسوي الاجراء المفروض نسويه. لكن لا تخلون المحتالين يعني يحتالون عليكم، ياخذون بيزاتكم انتم اصلا تعبانين فيها. لان احيانا واحد يكون مو مركز وايد في شو المطلوب في المكالمه الهاتفيه، وتلاقوهم دائما اصلا تلاقوهم دائما يتكلمون بسرعه، يعني عشان تقول ياخذونكم بسرعه، يعني يباغتونكم عشان بسرعه تعطون المعلومات، ولا الحين لازم ولا بتوقف. زي حتى لو في بطاقتك الصحيه، يعني ما في، ترى الخدمه بتوصلك الخدمه، حتى لو بطاقتك الصحيه تحتاجها تجديد تتوجه لاي مركز صحي وتجدد البطاقه. راح اروح ان شاء الله فاصل، بعد الفاصل بيكون عندنا فقره التغذيه وهي عن تغذيه المرضى في المستشفيات. صحه وسعاده. ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. من بين أهم اختصاصات إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي هو الإشراف على تغذية المرضى في المستشفيات. دائما لما نطرحنا فقرة التغذية في صحة وسعادة، دائما نطرح مثلا تغذية المرأة الحامل، فوائد الخضروات، فوائد الفواكه، أمراض معينة وارتباطها بالأغذية. لكن اليوم بنطرح موضوع من وجهة نظر أخرى، أن إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي ليست فقط تعنى بالمتعاملين والأوت بيشن مثل ما يقولون، أو متعاملين خارجيين، وإعطائهم النصائح بخصوص التغذية، لكن أيضا المرضى في المستشفيات. وترى الاهتمام بتغذية المرضى في المستشفيات جزء لا يتجزأ من الخطة العلاجية، حيث يوفر خبراء الإدارة ومجموعة المختصين في إدارة التغذية السريرية برامج التغذية المناسبة للمرضى التي تسهم بشكل أساسي في تعافي المرضى بشكل سريع. ترى لا نستهين بدور التغذية في المرضى، للمرضى اللي مرقدين في المستشفى. المريض المرقد في المستشفى مو بس علاج بطريقة الأدوية، لكن أيضا بالغذاء. حول هذا الدور وكيفية التدرج في تغذية المرضى تحدثنا ضيفة البرنامج اليوم الأستاذة سهى نوفل، اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. صباح الورد أستاذة سهى. النور والسرور، أهلا فيك دكتورة مدى. أهلا فيك، حياة الله في صحة وسعادة. الله يحييك ويحيي جميع مستمعينا الكرام. أستاذة سهى، أول شيء نتكلم عن دوركم في إدارة التغذية السريرية بالنسبة للمرضى في المستشفيات، وأظن هذا دور شوية مو ماخذ حقه كفاية، يعني المتعامل ما يعرف إنه إيش كثر يتم التعب أو الوقت اللي تقضونه في إدارة أو تخطيط الوجبات للمرضى الموجودين في المستشفيات. فنتكلم عن دوركم في إدارة التغذية السريرية بالنسبة للمرضى المستشفيات. أول شيء بعد ما حكينا يسعد صباح الجميع. بالنسبة لإدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي تحديداً،
طبعا احنا اداره التغذيه فيها هي لا تقتصر فقط على تخصص واحد او مجموعه واحده، عندنا اخصائيين، اخصائي التغذيه السريريه اللي هم معنيين في في تقييم الوضع التغذوي للمرضى اللي موجودين في المستشفى. اي مريض بحاجه انه يشوفه يزور اخصائي التغذيه بيتم تحويله من ضمن الطبيب، احنا بنقوم بعمل تحليل كامل وتقييم وضع تغذوي كامل لهذا المريض، سواء كان مريض عنده عملية أو هذا المريض عنده مرض معين أو عنده حالة معينة. بيكون الأخصائي التغذية مع الفريق الطبي بقيادة الطبيب ماشيين في نفس الصف زي ما نحكي، آرائهم تتجمع مع بعض، آراءه بيتم مناقشة وضع هذا المريض لحتى يتم توصيل الغذاء المناسب بالاحتياجات الغذائية المناسبة لهذا المريض. عندنا أيضا مشرفي التغذية الموجودين واللي بيشرفوا على الطعام اللي بيقدم لهذا المريض، يعني أخصائيات التغذية اللي موجودين في الأقسام، هذا إذا حكينا عن داخل المستشفيات بعيدا عن العيادات الخارجية والتفقيد الصحي الدائم اللي بيصير للمرضى الخارجيين، وحتى في مواقع مختلفة بنطلب منها نقدم فيها تثقيف صحي. داخل المستشفيات عندي أخصائيات التغذية اللي بيقوموا بمتابعة الحالات المرضية، وعندنا أخصائيات التغذية اللي بيشرفوا على هذا الطعام، هل هو الطعام المناسب المقدم لهذا المريض، هل هذه صينية الطعام المقدمة فيها فعلا الاحتياجات اللي كاملة ما فيها أي خطأ ممكن يوصل لهذا المريض. فهم فريقين بيعملوا مع بعض بالتعاون أيضا مع الفريق الطبي بقيادة الطبيب التمريض لحتى يوصل هذا الغذاء للمريض اللي عندنا بشكل كامل بشكل متكامل ما في أي نقص. الأخصائية بتزور هذا المريض بتعمل له التقييم، بيكون تقدم له النصائح إذا كان عنده القدرة على التكلم والتحدث معها سواء خلال فترته في المستشفى أو حتى بعد خروجه من المستشفى، تثقيف أهل هذا المريض اللي موجودين ومرافقينه بحيث انه يستقبل ويقدر انه يتناول الطعام بحسب ما يتناسب معه، خاصه في بعض الحالات اللي تكون شوي صعبه، بعض الحالات الكبار شوي بالعمر، فبنفضل دائما يكون معهم مرافقين لحتى ناخذ ونعطي معهم بالشكل الافضل وحتى يكون على اكمل وجه يوصل له غذائه الصحي. ممتاز. أستاذة سوى أنت طرحتي نقطة جدا مهمة اللي هو وجود المرافق خصوصا مع كبير السن اللي يكون موجود في المستشفى، لأن الخطة العلاجية اللي أنتوا تحطونها للمريض في خلال فترة وجوده في المستشفى لازم يكمل عليها بعد خروجه من المستشفى عشان يوصل لأفضل نتيجة ممكنة مع العلاج. فلو نركز مرة ثانية على وجود المرافقين هذا حتى في زيارات، لو عنده زيارات لأخصائي التغذية بعد خروج المستشفى أو حتى في العيادات، لما كبير السن عنده سكر عنده ضغط ويحاول طبيب الأسرة على طبيب التغذية، فأهمية وجود شخص يشرف على وجباته في البيت، شو أهمية هالشيء بالنسبة لكم؟ هذا جدا جدا مهم، يعني أنت طرحت نعم. فعلا نقطة جدا مهمة، يعني حتى لما بيجيني المريض على العيادة أو حتى لما أنا أزوره في المستشفى وهو منوم، انا ممكن اكتب له الغذاء الصحي المناسب له واحط له كميه السعرات الحراريه ونوعيه الطعام، لكن ممكن هو مثلا ما بيحب الدجاج نهائيا، انا ما راح اكون اعرف، خاصه اذا كان تعبان وما بيستطيع التكلم. صحيح. لما يكون في عنده مرافق وحدا من الاهل قريب منه هو ممكن يلفت انتباهي، بس والله مثلا الوالد او اخوي او هذا ما بياكل الدجاج، انا بعطيه البديل مباشره. هون تكمن كمان اهميه انه وجود عندي مرافق، والله هو ما بيحب هذا النوع تحديدا من الخضار نهائيا، هو ممكن ما يكون عنده حساسيه منه لكن ما بيحبه ما بيستصيغه، احنا ما بنقدر نجبره. فبالتالي لما انا ما اكون اعرف اوصل لهذا المريض هذا الطعام هو ما راح يتناوله لانه هو ما بيرغبه، هو اصلا مريض في المستشفى، يعني احنا بنكون نسعى بشتى الطرق نحاول نقنعه انه ياكل، فما بالك لما يكون كمان هذا الاشي نفسيا ما بيحبه. بينما لما يكون عندي مرافق هون جدا مهم، اول بيساعدني في انه يخبرني اذا في طعام ما بيحبه نهائيا، بيساعدني اذا في عنده فعلا مشاكل مش مشكلته العضويه اللي موجوده في مثلا رائحة شيء معين، في أشياء معينة مثلا ما بحب رغبش، يعني في أنا عندي مرضى مع أنه عندهم مشاكل في الأسنان لكن ما بيرغب المهروس نهائيا، ولك أخليه مقطع قطع صغيرة. أنا بهمني يكون عندي كمان مرافق في هذا الموضوع، لأنه زي ما تفضلتي كمان أنا بعد ما يروح هذا المرافق على المنزل أكيد رح يأخذ معه هاي المعلومات ويطبق له إياها في البيت. إذا هذا المريض ما بياخذ احتياجاته الغذائية
لازم ياخذ بعض المدعمات التغذويه لحتى تكفي احتياجاته الغذائيه وما يصير عنده بعدين نقص او ضعف في العضلات او ضعف في نوع معين من الفيتامينات اللي لازم ضروريه في الجسم. فانا لما بشرح له اهميتها ممكن هو بعد فتره ينسى، لكن صح. مرافقه بضل معه وبضله يشجع على انه يتناولها لحتى يكفي كل احتياجاته اللازمه والضروريه لجسمه. ممتاز استاذ سارة، نتكلم عن كيف تتم عملية التدرج في الأكل بالنسبة للمرضى؟ هلا احنا حسب المريض، هسه المريض اذا كان عندنا داخل في عملية او داخل او خارج من العملية، نعم. بدنا التدرج طبعا على بالبداية بنبلش معهم السوائل الصافية اللي ما يكون فيها اي شيء، حتى ان نشوف كيف دخولها وخروجها من الجسم بالشكل الصحيح الانسيابي. بعدين ببلش معهم في الاكل اللين اللي هو الطري، حتى لو كان هذا الشاب مش كبير في العمر لازم في البدايه ياخذ الاكل اللين، بعدين نرجع برجوع بالتدريج للاكل الطبيعي. كله بالتدريج على حسب الحاله. الناس اللي بتعمل عمليات بتطول عندها، عمليات المعده مثلا لا بتطول عندهم فتره السوائل، بدل ما تكون مثلا يوم يعني يوم إلى يومين لا بتمد مثلا أكثر شوي. الأكل اللين بمد ممكن يبقى معهم حتى لمدة شهر، كل واحد على حسب العملية أو على حسب الوضع اللي بيكون فيه في المستشفى بيتم التدرج معه بالطعام. الكبار بالسن ممكن يقعدوا فترة طويلة، خاصة إذا عندهم مشكلة كمان في الأسنان، فترة على الأكل المهروس. فعشان هيك إحنا ضروري نشوف هل هذا عم بكيف، نراقب الطعام اللي عم بتقدم لهم، خاصة الناس اللي بتأكل المهروس والأكل المقطع قطع صغيرة، نراقب هل الصينية هذه عم تتاكل كامل، هل كفت احتياجاته اليومية كاملة. إذا كانت لا أنا لازم أحط له أشياء مدعمة تناسب حالته المرضية كمان بنفس الوقت، اللي تعزز عندي من الاحتياجات اللي بيحتاجها هذا المريض. فأنا دائما بحكي نكون خاصة الناس اللي بالبداية بلش على الأكل المهروس أو الناس اللي تقعد فترة على هذا الأكل، نراقب صوانيهم، نراقب إحنا بالمساعدة مع التمريض هل هذا المريض عم بياكل وجبته كامل، عم ترجع شيء في الوجبة، إيش اللي ناقص، فبالتالي نحاول نعوض له ونكمل له على هاي النواقص. ممتاز. في نصيحة أخيرة حابة تقدمينها أستاذة سهى للمتعاملين بخصوص لو عندهم حد مريض مرقد في المستشفى؟ هلا زي ما حكينا أهم شيء إحنا زي ما حكينا بنحب دائما يكون عندي مرافق مع هذا المريض، يعطيني التغذية الراجعة زي ما بنحكي عنه، شو أنت عندك ملاحظات لهذا المريض، حتى أنا أعطيه هاي أحاول أدعم له وأضبط له من برنامج الغذائي. البرنامج الغذائي اللي أنا بعطيه لأحمد لا يناسب البرنامج الغذائي اللي بعطيه لمحمد، كل واحد على حسب نظامه، لأنه بيجينا ناس مرات بيحكي أنت بتعطي مثلا لهي هم بالغرفة الثانية، أو مثلا كان أخوي كان عمي منوم أعطوه هذا المنتج أو أعطوه هذا الأكل، لا هذا وضعه غير عن هذا الإنسان مثلا مريض عنده مشكلة في القلب، حيكون طعامه وغذائه يختلف عن المريض تاع السكري، يختلف عن العامل عملية جراحية عادية، فكل واحد على حسب احتياجاته. ننصح دائما كمان حتى المرافقين ينتبهوا لكمية المي اللي بيشربها المريض بحيث أنها تكون مناسبة لوضعه، إلا الناس اللي عندها بعض النصائح والإرشادات من الطبيب نفسه أنه هذا ما يخص سوائل بكمية كبيرة. أما الناس الطبيعيين العاديين اللي ما في عندهم مشاكل في السوائل لا يتناول السوائل بشكل كامل، أي بحتاج لأي مساعدة لأي استفسار ما يتردد نهائيا أنه يطلب من التمريض يطلب من الطبيب أنه أنا بدي أشوف أخصائي التغذية بدي يعطيني نصائح، إحنا رح نطلع على البيت شو المفروض أنه يأخذ شو ما يأخذ، الأوقات اللي لازم يتناول فيها الطعام، إحنا موجودين وفي خدمة الجميع سواء كانوا منومين في المستشفى أو بعد ما يخرجوا من المستشفى. ممكن بعض الناس يكون عندها استفسارات أو غموض، فأنت لا تخلي خلص إحنا موجودين نيجي بنوضح لك ليش، وإن شاء الله تعالى بيكون يعني نوصل المعلومة اللي إحنا بدنا إياها واللي هو يقتنع فيها سواء كان المريض أو كان المرافق. ممتاز. أنا شاكرة السادة سهى نوفل اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، مداخلتك معنا اليوم بخصوص تغذية المرضى في المستشفيات. شكرا لك ونهارك سعيد. نهاركم سعيد. رح نروح إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل بيكون عندنا فقرة عن يوم التصلب العصبي المتعدد، فابقوا وتذهبوا بعيدا. صحة وسعادة.
ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. نذكركم أولا بأرقام التواصل على 600-551-4414 والرسائل النصية على 4006. يعرف التصلب العصبي المتعدد بأنه اضطراب يصيب الجهاز العصبي المركزي، كأي أنه يؤثر على الدماغ والنخاع الشوكي، فيما تبقى العضلات والأعصاب خارج النخاع الشوكي سليمة. يشكل التصلب العصبي المتعدد اضطرابا التهابيا تعمل أثناءه خلايا الدم البيضاء التي تقاوم الالتهاب على دخول الجهاز العصبي فتلحق الأذى به. يعني الجهاز، يعني الخلايا الدموية البيضاء الموجودة عندنا في الجسم هي اللي تحارب الجهاز العصبي. هذا هو التعريف العلمي للتصلب المتعدد الذي سيبسطه لنا إن شاء الله ويعرفنا على تفاصيله ضيف برنامجنا الدكتور جهاد أنشاصي، استشاري الأمراض العصبية في هيئة الصحة بدبي في هذا اليوم بمناسبة اليوم العالمي للتصلب المتعدد. صباح الخير دكتور جهاد. صباح الخير، أهلا وسهلا. حياك الله في صحة وسعادة. حياك يا أهلا وسهلا. دكتور جهاد، نبتدي أول شيء نبسط للمستمعين تعريف التصلب المتعدد، ما هو بالضبط وشو يستوي بالضبط في الجسم في التصلب المتعدد؟ نعم، زي ما تفضلتي، التصلب المتعدد أو التصلب اللويحي هو التهاب يصيب الجهاز العصبي المركزي. فلما نقول الجهاز العصبي المركزي اللي هو المخ والحبل الشوكي والعصب البصري، هو عبارة عن التهاب. شو سبب الالتهاب؟ هذه نحكي يمكن فيها بعد شوي. على حسب مكان الالتهاب بيكون الخلل الوظيفي. فحضرتك ذكرتي أنه يؤدي إلى خلل وظيفي في الجهاز العصبي. فلو صار الالتهاب في العصب البصري بيكون في اضطراب في النظر. لو كان الالتهاب في النخاع الشوكي بيكون في ضعف في الرجلين. لو كان الالتهاب في مكان الإحساس بيكون في مشكلة الإحساس. فعلى حسب مكان الالتهاب بتكون الأعراض. فهذه بالنسبة للتعريف والأعراض. سبب التصلب اللويحي مش معروف على وجه اليقين، بس هو عبارة عن التهاب نتيجة نشاط زايد في جهاز المناعة. عشان أبسط الموضوع، لما الإنسان يصاب ببكتيريا أو فيروس، جسم الإنسان بيكون أجسام مضادة عشان تحارب هذا الفيروس أو البكتيريا. في حالة التصلب اللويحي الإنسان بيفرز أجسام مضادة تهاجم الجهاز العصبي، هو عبارة عن خلل مناعي ذاتي. أجسام مضادة تهاجم الخلايا العصبية وتهاجم بالتحديد الغشاء اللي يبطن الخلايا العصبية اللي هي بنسميها المايلين. نعم. أوكي. زي الدكتور، تفضل دكتور جهاد. نعم. في لو تذكرت إنه عن بسطنا موضوع إنه التصلب المتعدد وشو أسبابه، لكن متأكدة أن بعض المستمعين قد يسأل هل هناك أسباب وراثية تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بهذا المرض؟ نعم، سؤال مهم هذا. أسباب التصلب اللويحي متعددة وكثيرة. هي عبارة عن تداخل وتفاعل مجموعة من الأسباب مع بعض. العامل الوراثي مذكور ومعروف في بعض الأمراض، في بعض المرضى، لكن ليس بالضرورة أنه كل مريض عنده تصلب لويحي يورثه لأبنائه. فهو أحد العوامل، لكن العوامل الأهم، في عنا عوامل بيئية اللي هي مثلا تدخين، تلوث البيئي، نقص فيتامين د، زيادة الوزن، هذه كلها عوامل مهمة. العامل الثاني المهم هو التهابات الفيروس. نعم. حديثا اكتشف أنه في نوع من أنواع الفيروسات اسمها إي بي فيروس. هي نظرية قديمة لكن أكدت من جديد أنه التهاب الفيروس هذا يؤدي لحدوث التهاب. الفيروسات تعمل التهابات في الجسم. فأحد النظريات الموجودة في أسباب التصلب اللويحي هي الفيروسات، عوامل بيئية وعوامل جينية، عوامل وراثية. التداخل كلها والتفاعل كلها مع بعض تؤدي إلى حدوث التصلب اللويحي. فالعامل الوراثي لازم نفهمه أنه مش كل مريض عنده تصلب لويحي يرث أو يورث المرض لأبنائه. لابد من وجود عوامل أخرى حتى يكون عامل وراثي مهم.
ممتاز، بمعنى مثل ما قال الدكتور جهاد ان التصلب العصبي المتعدد مثل كثير من الامراض اللي تكون موجوده، العامل الوراثي يلعب دور، لكن يجب تتجمع اكثر من عامل، العوامل الثانيه اللي احنا لنا علاقه فيها نقدر نتحكم فيها مثل زياده الوزن، نقص فيتامين د، التدخين وغيره وغيره. فما نلقي بس اللوم على موضوع العامل الوراثي، لكن العامل الوراثي يجب ان تتوفر له مجموعه من انماط الحياه اللي تساعد على بروز هذا العامل الوراثي. دكتور جهاد، صحيح. صحيح. هل يمكن اكتشاف حالات التصلب المتعدد بشكل مبكر؟ وإذا ممكن، فما هي الأعراض اللي يجب أن ينظر إليها المتعامل أو المريض؟ نعم، سؤال مهم جدا هذا، لأنه بشكل عام العلاج المبكر للتصلب اللويحي بيوفر الخلل أو الدمج أو الدمار اللي بيصير في الأعصاب، فمهم جدا التشخيص المبكر ومهم جدا العلاج المبكر. ذكرتي حضرتك شو هي الأعراض اللي ممكن تظهر على المريض، فزي ما ذكرت سابقا حسب مكان الالتهاب بكون الأعراض، فقد تكون الأعراض ضعف في العضلات، عدم توازن، مشكلة في النظر، مشكلة في الإحساس، ضعف في الرجلين أو ضعف في أحد الأطراف، هذه كلها مؤشرات لحدوث أو قد تكون إحدى العلامات الأولى للتصلب اللويحي. التشخيص مهم جدا، والحمد لله في وعي في المجتمع بشكل عام في الإمارات، وفي وعي عند الدكاترة نتيجة حملات توعوية كثيرة ويبينارز ومقالات وغيره وغيره وندوات، فأغلب المرضى بيعرفوا مبكرا إنه عندهم أعراض مش طبيعية بيروحوا للأطباء. التشخيص المبكر يعتمد على أولا السيرة المرضية للمريض، الفحص السريري، بعدين إجراء بعض الفحوصات. أهم فحص متوفر حاليا لتأكيد التشخيص هو فحص الرنين المغناطيسي، نعم. والفحص بسيط يعني هو عبارة عن 20 دقيقة تصوير بالجهاز المرنان او الرنين المغناطيسي، بيورجيني البقعه الموجوده اللي هي بتاكد تشخيص التصلب اللويحي. ممتاز. استمر ولا في سؤال ثاني؟ لا دكتور، تفضل، بنخلص من النقطة بعدين بطرح عليك السؤال الأخير إن شاء الله. اوكي، فهي الاعراض في الدرجه الاولى فحص المريض، يعني سيره المرض، فحص نعم. المريض واجراء الفحوصات. عندما يتم تشخيص المرض انه تصلب لويحي بتيجي مرحله العلاج. مرحلة العلاج تختلف من مريض لمريض على حسب شدة المرض، درجة المرض، بداية المرض، عدد البقع الموجودة في الرنين المغناطيسي، هل المريض ذكر أم أنثى، هل في خطط للزواج والحمل، فالعلاج نعم. بفصل تفصيل على حسب حالة المريض، درجة المريض، جنس المريض وحياته ومهنته. ممتاز. دكتور جهاد، لو نتطرق على السريع على العلاجات المتوفرة، هل هناك علاج يعني يؤدي إلى الشفاء التام، ولا فقط العلاجات مثل ما يقولون تخفف الأعراض أو تساعد المريض في التحكم بالأعراض، ولكن ما له علاج فعلي هذا المرض؟ فلو تكلمنا عن هذه النقطة، عن العلاجات المتوفرة، وإذا في علاج جديد على الساحة. نعم، أولا لا يوجد علاج يشفي المرض نهائيا لغاية الآن، لكن في أبحاث كثيرة على مدار الساعات والأيام على أساس يكون في علاج شافي ينهي المرض نهائيا، لكن هذا لا يعني إنه ما في علاجات، في علاجات قديمة ومتوسطة وحديثة بتعمل كنترول وسيطرة على المرض تماما. لازم نعرف الأول شو دور العلاج. أولا علاج التصلب اللويحي عبارة عن مراحل، عندما تحدث الهجمة الأولى أو الانتكاسة الأولى أو ظهور الأعراض الأولى ويتم التشخيص، نعطي للمريض عادة حقن كورتيزون عن طريق الوريد لمدة 5 أيام، فهذه بتعالج الالتهاب، هذا علاج الهجمة. العلاج نعم. الثاني هو علاج يمنع حدوث هجمات في المستقبل، هذه بتطرق لها الآن حالا. بعدين في علاج للأعراض، فهو عبارة عن 3 بنود أو 3 مراحل، علاج الهجمة أولا، علاج وقائي يمنع حدوث هزمات في المستقبل، علاج الأعراض المصاحبة اللي هي الألم، عدم التوازن، التشنج، اضطراب التبول، هذه كلها إلى علاجات منفصلة. أهم علاج موجود حاليا اللي بنسميه العلاج الديزيز موديفاينج ثيرابي، الأدوية اللي بتمنع تطور المرض. صح. في أكثر من 30 دواء موجود حاليا، في أدوية موجودة من التسعينات، في أدوية موجودة من 2010، في أدوية حديثة 2020 2021. المهم مش هو مدى أو حداثة الأدوية، الأدوية بتشتغل على حسب قوتها وعلى حسب حالة المريض.
في بعض المرضى بيحتاجوا أدوية خفيفة لأن حالتهم خفيفة، فبنعطيهم أدوية خفيفة المفعول وأثارها الجانبية خفيفة. في بعض المرضى حالة المرضى عندهم شوية متوسطة، في بقع كثيرة وفي هزمات متكررة وفي شوية خلينا نقول تطور في المرض، في إصابة أو إعاقة بسيطة، متوسطة، فنستعمل أدوية متوسطة. في مرات المرض بيكون شديد من بدايته أو في مراحل متقدمة، فبنحتاج أدوية قوية وهذه متوفرة. ففي عنا 3 أنواع من الأدوية: أدوية متوسطة، أدوية خفيفة، أدوية قوية. كل مريض يناسبه دواء معين، ليس بالضرورة الدواء اللي يناسب المريض الأولاني إنه يناسب كل المرضى. كل مريض في أدوية خاصة تفصل تفصيلا حسب حالته. الحمد لله في الإمارات كل الأدوية الحديثة موجودة. يمكن تستغرب إنه في مرضى بيجوا من خارج الدولة حتى من أوروبا ياخذوا أدوية موجودة في الإمارات مش موجودة عندهم، مش مسجلة عندهم. في أدوية حديثة كثير قوية وفعالة، آخرها 3 أدوية تسجلت في 2022، متوفرة عندنا في مستشفى راشد، متوفرة في أغلب المستشفيات. ممتاز. أنا خليني أكمل بس نقطة بسيطة، لازم المريض يعرف شو وظيفة الدواء. فالأدوية بتعمل كنترول على المرض، صحيح. تعمل منع حدوث هجمات بنسبة قوية تصل إلى نسبة 80% 70 80%. لكن مشكلتنا في التصلب الويحي إنه صعب نتنبأ شو راح يصير في المستقبل. أغلب المرضى بيستجيبوا جيدا للأدوية، لكن في نسبة ضئيلة ما بيستجيبوا للأدوية، فلازم نروح لأدوية قوية. نبدأ بدواء بسيط ما ضبطت، نروح لدواء أقوى، ما استفاد المريض نروح للأدوية القوية. ففي تدرج بالأدوية حسب استجابة المريض حسب حالته. ممتاز. أنا شاكرة لك دكتور جهاد أنشاصي، استشاري الأمراض العصبية في هيئة الصحة بدبي، مداخلتك معنا اليوم بخصوص التصلب المتعدد. شكرا لك ونهارك سعيد. أهلا وسهلا، سلامات شكرا للجميع إن شاء الله. شكرا شكرا على دكتور، استضافتك، شكرا. أهلا وسهلا. أتوقع دكتور جهاد يعني كفى ووفى بخصوص تبسيط موضوع التصلب المتعدد، بخصوص شو تعريفه، أعراضه، أسبابه، العلاجات المتوفرة وغيرها. طبعا إذا عندكم أي استفسار، سامحوني توني شفت المسج استفسار من الدكتور، ممكن يتواصل معي، ممكن يطرش للدكتور رقمك أو رقمك، ما أعرف هل هو رجل أو امرأة، عشان يتواصل معاكم إن شاء الله. هناك رسالة تقول نسمع كلمة التهاب في كل أماكن الجسم، شو يعني التهاب؟ التهاب معناها رد فعل من الجسم يؤدي لتكون عاملات معينة، يؤدي إلى أعراض معينة مثل أورام مثل الإحمرار. هو رد فعل دفاعي من الجسم لأي غزو، مو شرط غزو خارجي، يعني حتى مثل ما تشوفون التصلب المتعدد يكون من خلايا الدم البيضاء نفسها، لأنه يعتبر هو مرض مناعي. من موضوع التصلب المتعدد نروح لدراسة قريبة إلى قلبي، لأن أنا أحب البيض. فالدراسة تقول دراسة تكشف تأثير تناول بيضة واحدة في اليوم على صحتك. قبل أن نقول عن موضوع البيض، أدري الحين الناس بتقول دكتورة تراكم تقول لا تأخذوا وايد بيض. يا أعزائي، كل شيء يزيد عن حده مو بزين، كل شيء ضمن الكمية الموصى بها زين وما بيضر، ما بيضر. طبعا هذا كلام ينطبق على خلينا نقول 95% من المرضى اللي نشوفهم في العيادات. هناك 5% للكوليسترول عندهم جدا عالي، ترى حتى الكوليسترول العالي الخفيف والمسيطر عليه بالأدوية ممكن يتناول بيضة في اليوم، ما في مشكلة. أو خلينا نقول قل يكن مثلا 3 بيضات 3 مرات في الأسبوع. لكن حالات فقط محددة بسيطة جدا نقول ممنوع تتناول البيض أو تقللون البيض وايد، لكن معظم الناس ممكن يتناولون البيض. فاعتبر البيض من أكثر الأطعمة المفيدة، فهي محملة بالعناصر الغذائية المهمة بما فيها البروتينات طبعا عالية الجودة، فيتامينات، معادن، دهون جيدة ومضادات أكسدة. وأيضا اكتشفت الأبحاث أن البيض غذاء صحي للقلب، لذلك اقترحت دراسة حديثة أن تناول بيضة واحدة يوميا يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. فقد كشفت دراسة صينية منشورة في إيلايف أن الاستهلاك المعتدل للبيض يمكن أن يزيد من كمية الأيضات الصحية للقلب في الدم.
وعلى الرغم من البيض يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية، لأنه أيضا يعتبر مصدرا غنيا للكوليسترول الغذائي. وهذا هو النقطة، هذه النقطة دائما موضوع نقاش، هل استهلاك البيض مفيد أو سيء للقلب؟ في هذا الشأن بدأت مجموعة من الباحثين من جامعة بكين في الصين دراسة العلاقة بين استهلاك البيض وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والدور الذي يلعبه استقلاب الكوليسترول في البلازما. أظهرت التحليلات المشاركين تناولوا كمية معتدلة، ها ردينا نقول معتدلة، من البيض لديهم مستوى أعلى من البروتين في دمائهم، هذا البروتين يسمونه A1 والمعروف أيضا باسم البروتين الدهني الجيد، كما لديهم جزيئات HDL. لو تشوفون في تحليل الكوليسترول، في كوليسترول في اسم دهون ثلاثية هو الترايجليسرايد، في الدهون الضارة اللي يسمونها LDL، وفي الدهون الزينة. الدكتور يقول لكم هذا كوليسترول الزين القلب اسمه HDL. فالناس اللي تناولوا بيضة في اليوم شافوا انه عندهم نسبة اعلى من ال HDL، وهال HDL الكوليسترول الزين اللي دائما نقول للمرضى شنو، امش وايد، اكل فواكه وايد، اكل سلطة وايد، عشان ترفع الكوليسترول الزين اللي يشل الكوليسترول الضار من الجسم، بالتالي يمنع الانسدادات تؤدي الى الجلطات القلبية. وايضا حدد الباحثون 14 من المستقلبات المرتبطة بأمراض القلب، وقالوا أن المشاركين الذين تناولوا عددا أقل من البيض كان عندهم نسبة أقل من هذه المستقلبات. وبناء على النتائج خلص الفريق إلى تناول كمية نريد نقول معتدلة، عشان الناس اللي تقول لا تقول لا تأكلوا وايد، قلنا معتدلة من البيض، بيضة واحدة يوميا يمكن تساعد من الإصابة بأمراض القلب. وفي دراسة ترى نشرت في 2018 في مجلة القلب أن البالغين في الصين الذين يأكلون بيضة واحدة يوميا لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب وسكتة دماغية مقارنة بمن يأكلونه بشكل أقل. ووجود هالدراسة في بلد مثل الصين، أولا يكون الناس اللي سووا عليهم الدراسة ناس شريحة كبيرة. رقم اثنين، نمط الغذاء في الدول شرق آسيا مثل الصين واليابان تلاحظون أكلهم مو بصحي وايد، يعني في خضار وايد لكن للأسف وايد عندهم تناول الدهون، تناول اللحوم الحمراء الغنية بالدهون كثير جدا 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 عندهم، وايد يستهلكونه في أكلهم. فتلاقون أن وجود مثل هالدراسة فعلا يعني يدل أن تناول بيضة واحدة في اليوم تقيم الإصابة بأمراض القلب. كل شيء باعتدال يا جماعة، ما يضر، كل أكلك اللي تبونه في خاطركم. حتى في رمضان، أذكر رمضان ما قلنا حق حد لا تاكل لقيمات، لا تاكلون قطايف، لا تاكلون هريس، اكلوا اللي انتم تبونه، اي شيء باعتدال ما بيضر حد. الجسم يحتاج كل العناصر الغذائيه، واذا انت ما حط كلت اللي في خاطرك من كل شيء تتحبه، اريد اقول باعتدال، ترى راح يتم في خاطرك وراح تاكل منه بكميه اكثر تضرك. كلوا كل شيء تبونه ولكن باعتدال. احنا وصلنا الى ختام برنامج اليوم، برنامج صحة وسعادة. كانت محدثتكم دكتورة ندى الملة، معي في التنسيق كان ميرا الاغفلي، معي في الاخراج المخرج وائل قواسمة. ان شاء الله كنا خفاف عليكم، ونشكر طبعا فريق الاعداد في هيئة الصحة ببي اللي يشتغلون كل يوم على اعداد فقرات صحة وسعادة والترتيب مع الضيوف المختلفين عشان يكونوا معاكم ومعنا في البرنامج ويفيدونا بمعلوماتهم القيمة. أنا إن شاء الله إلى نلقاكم الأسبوع القادم، أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.